وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق. دكتور عبد الحكيم، بعد التحية، كيف قرأت اجتماع اليوم الخاص بدعم القدس والذي يأتي أيضا على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية؟ والله هو الاجتماع ده من الاجتماعات المهمة في الحقيقة التي وقعت من أجل دعم القضية الفلسطينية. في اعتقادي أن ما جاء فيه يعد أحد الوثائق المهمة في تاريخ العرب المعاصر لدعم القضية الفلسطينية من خلال كل العرب وليس دولة واحدة وليس مكان واحد. لأن هذا الوقت تحتاج القضية الفلسطينية إلى مزيد من الدعم، تحتاج إلى مزيد من الموقف العربي الموحد الذي من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية ويدعم حل الدولتين لإنهاء هذا الصراع. وفي اعتقادي أيضا أن ما جاء في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ما هو إلا ميثاق عمل يجب الأخذ به حتى تستطيع أن تنهض وتصل القضية إلى الحل الشامل من خلال ما طرحه من مقترحات مهمة. نعم، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دعا شركاء السلام والمجتمع الدولي إلى ضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وأيضا استئناف عملية السلام. كيف ترى مردود ذلك اليوم؟ حضرتك، أنا قلت ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعتقادي يعد من أهم الخطابات التي ألقاها عن القضية الفلسطينية لسبب بسيط، لأنه تناول القضية الفلسطينية، تناول حيثيات القضية الفلسطينية، تناول أيضا ما يؤكد على حقوق العرب في فلسطين، تأكد على أن القدس هي صلب الموضوع، وهي إذا كانت مدينة الصمود وصامدة لسنوات طويلة بسبب العدوان الإسرائيلي وبسبب الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه أكد الرئيس أن القدس هي مفتاح الحل، وأكد أنه لا حل بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. أكد أيضا على مسألة أن اليهود يجب أن يرضخوا للسلام منذ أن بدأت مصر معهم منذ 4 عقود مسألة السلام، وبالتالي فتح الأبواب من جميعها إذا كانت سواء كان للعرب أو للفلسطينيين بصفة خاصة ولإسرائيل، على أن يكون هناك نوع من أنواع الحوار الجاد الذي يعني في النهاية التوصل إلى حل القضايا الفلسطينية. لأنه بدون شك أن ما طرحه الرئيس يعد دستور وميثاق يجب الأخذ به ويجب أن يوضع في خزينة الجامعة العربية ويصعد إلى الأمم المتحدة ويطرح أمام الدول الراعية للسلام من أجل إنهاء هذه القضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان جاد وكان صريح وكان واضح لتوضيح موقف مصر بصورة وبشفافية لم يشهدها ولم نسمعها من أحد من قبل، من أحد من الزعماء العرب ولا من رؤساء مصر قبل كده. ففي الحقيقة أن ما جاء في خطاب اليوم بعد أحد الأشياء المهمة التي تنهي مسألة الصراع العربي الإسرائيلي إذ لا تم الأخذ به. وفي اعتقادي أن ما جاء سوف يكون له مردود كبير خاصة لدى المجتمع الدولي، من أن هناك حل، هناك من يطرح الحل، هناك مصر التي بادرت إيجاد حلول وسلام، هناك أيضا يجب أن يكون ضغط على إسرائيل حتى تنهي هذه المسألة وحتى ترضخ لمسألة السلام حل الدولتين وأن يكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. نعم. وأعتقد أن الرئيس ذكر بهذا، ذكر بما هو في التاريخ الماضي أنه القدس لا يمكن الاستغناء عنها للعرب والفلسطينيين. بالطبع، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق، كنت معنا هاتفيا.